مساء الخير يا جماعه. ايه مالكم في ايه؟ فؤاد تعال معايا انا عايزك. اقعد. امنيه بتحبك قوي يا فؤاد وبتتعذب علشانك. طب وانا هعمل لها ايه؟ افتح لها قلبك، حاول اديها فرصه. واذا كان قلبي مش ملكي؟ ليه؟ قلبك فين؟ والله لو قلت لكم الحقيقه مش هتصدقوني. ما نصدقكش ليه؟ اصلها حاجه ما صدقهاش كل عقل. يعني كلام ماما صحيح. حرام عليك تضيع شبابك في اوهام. انت راجل متعلم يا فؤاد والحاجات دي كلها خرافات. شفتي؟ ادي انت مش مصدقه. اصدق ايه؟ دي اوهام بيخلقها عقلك الباطل. هتكلميني بعلم النفس؟ ما قلت لك محدش هيصدقني. لنفرض ان دي الحقيقه. هتقعد طول عمرك عايش كده؟ احنا في الدنيا ما تحاولش انك تغير الاوضاع. قوم يا فؤاد. على فين؟ امنيه تعبانه نايمه في اوضه ماما. اطلع شوفها. ما اقدرش. بس حاول، حاول مره واحده، حاول انك تعيش في الواقع. احاول. مساء الخير يا أمنية. مساء الخير يا فؤاد. ايه مالك؟ في حاجة مضايقاكي؟ لا أبدا، شوية دلع. لا ده أنت دلع جامد خالص. أعمل إيه؟ ما دام مش لاقي حد يدلعني. أدلعك أنا يا ستي. اسمعي، عندك مانع نتعشى الليلة بره في أي حتة؟ أنت بتتكلم جد يا فؤاد؟ طبعا، ليه لا؟ تأكدي إنك مش هتكوني متضايقة أبدا. يعني بتديني فرصة؟ في الواقع أنا بديها لنفسي. متشكرة أوي. بس دي حاجة فوق طاقتك. اللي عاوز يوصل لحاجة لازم يتعب. ولو ما نجحناش يبقى مش هنندم على الساعات الحلوة اللي هنقضيها سوا. يلا يلا استعدي وانا هستناكي تحت. يلا.
قوي يا فؤاد انك جنبي، ومش عارفه اعمل ايه عشان افيدك. انا عارف انك بتحبيني يا امنيه، عشان كده بحاول اني اعيش معاك في الواقع. لو سمرة دي كانت انسانة عايشة كنت عرفت ازاي اتفاهم معاها. حسنا معايا عليا هي بكلمك؟ اوعي تقولي له اي حاجة عشان هو مش هيشوفني ابدا بعد كده. سمرة، 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 ارجوك كلميني، عاوز اشوفك يا سمرة. قولي للواد ده يبطل لماضة احسن هكسر الكازينو على دماغه. ايه ده؟ كده سمارة؟ قول السرومي بتاعك يقوم ينضف بدلته عبال ما اتكلم معاكي. قوم يا فؤاد نضف بدلتك قوم. طب اوعي تخليها تمشي لماكي. اتفضلي اقعدي. لا مش هقعد، هكلمك كده وانا واقفه. بس اسمعي، انا مش عايزه فؤاد يتجوز ابدا، واي واحده هتيجي جنبه هخرب بيت. دلوقتي بس عرفت انك ما بتحبيش فؤاد، لو كنت بتحبيه كنت دورتي على سعادته. انت يا بنت يا مطموسه اللي هتدوري على سعادته؟ هعمل المستحيل عشان اسعده. اسمعي يا بنت، ما قلت تاخدي بعضك وتسافري تدوري لك على واحد غيره. فؤاد ده ملكي انا، انت فاهمه؟ وده اخر المضاربه والمشكله. مالك يا امنيه؟ انا في حلم ولا في علم؟ انا مش مصدقه. قالت لك ايه؟ انا عايزه اروح دلوقتي، اعصابي خلاص. يلا بينا.